طيب حضراتكم شايفين لحظة، عايز أشير سكرين. شير سكرين، هاو كان اي شير سكرين؟ شير سكرين يمكن دي وات از ذات فور؟ شير كونتنت. نعم شير ابلكيشن سكرين، شير سكرين اهي. شير ويتش وان؟ شير والله اختار ويندو ده. تمام شير. انا شارت كده السكرين، المفروض ان احنا شايفين الوورد دوكيمنت اللي انا هشتغل منه النهارده. وصلت ولا لسه؟ وصلت يا دكتور. تمام بدأت تمام. الظروف. احنا اتفضل. نعم ما سمعتش، بس انا افترض ان انت عايز نعمل عليها زوم ولا حاجه. تمام كده كويس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. مش هقدر تالي ده الماكسيمم اللي انا اقدر ازوم عليه، بعد كده هيبقى في كونتنت مش موجود. احنا بدأنا في الكتاب بتاعنا غطينا وات از انترنت، وشغالين في، لو فاكرين السيفن لاير بتاعتنا الاو اس اي موديل، كانت لاير نمبر 7 اللي هي الابلكيشن لاير، ده اللي احنا شغالين فيه دلوقتي. احنا شغالين على الابلكيشن لاير في الاو اس اي موديل، وبرضه في التي سي بي اي بي شغالين على الابلكيشن لاير نفس اللاير. غطينا الكلام ده المره اللي فاتت، مش عايز اعيد فيه كتير. اللي هغطيه النهارده مور ابلكيشنز ان ذا ابلكيشن لاير. احنا غطينا الاتش تي تي بي بتفاصيله، هنشوف النهارده مور ابلكيشنز. كل ده اتغطى المره اللي فاتت. What we will cover today is من اول هنا اليوزر انترفيس، يوزر سيرفر انترفيس، يوزر سيرفر انتراكشن، كوكيز. احنا عارفين ان ال HTTP server is a stateless. stateless يعني ايه؟ يعني does not maintain information about past history. انا يوزر connected على مثلا amazon.com، خلصت الشغل بتاعي معاهم، مثلا كنت بشتري كتاب، بعمل اي حاجه، خلصت وسيشن terminated. بعدين باجي بعدها بدقيقتين ثلاثه افتكرت حاجه، عايز اشتري كتاب تاني فور اكزامبل، فبكونكت على امازون مره ثانيه. زي دو نوت هاف ال اتش تي تي بي بروتوكول اتسلف، ذا سيرفر دازنت هاف انفورميشن اباوت ذا بريفيوس هيستوري. ده معنى كلمه ستيتلس، داز نوت مينتين ستيت اباوت ذا سيشنز، دي معنى كلمه ستيتلس. طيب مش ده اللي حصل دلوقتي؟ احنا دلوقتي انا بخش على امازون دوت كوم واجي اخش عليها مره ثانيه، زي نو وات اي ديد ان ذا باست. ازاي؟ باستخدام حاجه اسمها كوكيز. تمام، يبقى الكوكيز دي تو انيبل سيرفر تو كيب انفورميشن اباوت كلاينتس تو ايدنتيفاي يوزرز. ايه اللي بتتم ازاي؟ كوكيز هاز فور كومبوننتس. كوكي هيدر لاين ان ذا اتش تي تي بي ريسبونس مسج والريكوست مسج. يعني انا دلوقتي عايز اكونكت مع امازون دوت كوم for the first time I did not connect with them before، فبعت لهم بقول لهم انا عايز اكونكت معاهم، فبيبدا هو يبعت لي في الريسبونس مسج، في الريسبونس مسج يبعت لي انفورميشن اخزن بيها كوكيز، يبعت لي زي اي دي ولا حاجه زي كده، اخزن ايه كوكيز عندي على الماشين بتاعتي انا كلاينت ماشين. ليتر اون باجي كونكت مع امازون دوت كوم، امازون بيسالني على الكوكيز اللي انا مخزنها على المكنه بتاعتي، ببعتها له في الريكوست بتاعي. يبقى في هيدر لاين في ال HTTP response و request، وبيبقى في كمان file kept at the user end. This is your machine, your the client machine. بيخزن file صغير few bytes، ما اظنش انه بيزيد عن 1 كي بايت ولا حاجه زي كده، maybe less much less. بعدين الفايل ده بخزنه على الكلاينت ماشين، الفايل ده most probably جواه الاي دي بتاعي. When I connect
تو ا ويب سيرفر ليتر اون ذا سيم ويب سيرفر، ببعت له الاي دي. هنا الويب سيرفر بيبقى مخزن كومبليت انفورميشن اباوت مي ان ذير اون سيرفرز. يبقى في فور كومبوننت فور ذا كوكيز: هيدر لاين ان بوث ذا ريسبونس مسج اند ريكوست مسج اوف ذا اتش تي تي بي، a small file kept at the client machine that includes the ID of the client, a file kept within the server database that has full information about the user and the user activities. عشان كده انا لما بروح على امازون مثلا، لو انا كنت رحت لهم past in the past before، بيبقى مخزن information عني، بيبقى جايب الهيستوري بتاعي، انا مهتم اني كتب اشتريت منه قبل كده، ممكن يخزن انفورميشن عن اسمي وعنواني والادرس، كل ده بيبقى متخزن عنده هو في الفايل بتاعه في الداتابيز، اندكسد باي ذا اي دي كابت ان ماي اون ماشين. فده الكوكيز، ودي اهميتها. طبعا دخلنا هنا في مساله برايفسي. طيب انا كده الويب سيرفر اللي انا بزوره بيقدر يتراك الاكتيفيتي بتاعتي عنده. دخلنا في مشكله برايفسي على طول، وكان فيه بيج كونتروفيرسي، يعني جدل كبير حوالين الكوكيز والبرايفسي، لانها بتوفر طبعا بتسهل شغل كتير الهيستوري بتاعي عندهم، فبيوفر لي ان انا بدل ما كل مره اخش اكتب بياناتي من جديد، واخش اكتب عنواني من جديد، واخش اكتب اسمي، وده بيبقى متخزن عنده، فبيوفر مجهود. الحاجه الثانيه انه بيسهل المعامله مع الويب سيرفر ده. الحاجة التالتة ان مثلا لو الويب سيرفر ده بيديني سيرفيس لمدة 24 ساعة مش عايز يداني تاني، طب ما ممكن يعملها عن طريق الكوكيز دي. اقصد ان في سيرفيسز بروفايدد باي ذا كوكيز ذات ار فيري نيدد. اون ذا اذر سايد بقى الداون سايد، ان ده الويب سيرفرز بدأت تراك اليوزر وتعرف الاكتيفيتيز بتاعتهم، ودخلنا في مسألة برايفسي. و ات از اب تو ذا يوزر، ذا يوزر كان ديسيبل الكوكيز اون هيز كلاينت ولا اون هير كلاينت يعني، or can enable it and get benefit of the advantage of using cookies. فده كان الكوكيز. حد عنده سؤال؟ ده خليني لازم ازوم ان شويه عشان اقدر اشوف الفيجر ده. فده الميكانيزم how it works. طبعا الكلام ده انا جايبه، الفيجرز دي كلها جايبها من كتابي يعني، انا شغال من التكست بوك. فلو بصينا هنا نلاقي كلاينت هوست: For the first time I wanna connect to some web server، ما عنديش اي history معاه، فببعت له الريكوست بتاعي، هو بيرد عليا بالريسبونس، وفي set cookies header line بالاي دي 1678 ده الاي دي، وset cookie ده header line. باخد انا الكلام ده وبخزنه on my own machine on my own database small file that has my id. later on when I connect to the server ببعت له الاي دي بتاعي، بيقدر يبقى عارف هو بقى مخزن بيانات كلها عنده في الداتابيز اللي في الطرف اليمين ده. بس فده هاو ذا كوكيز ورك. اي سؤال بخصوص الكوكيز شباب؟ حد لسه معايا؟ يا دكتور مع حضرتك. طب اي استفسار؟ الكلام اللي انا قايله ده بعيد ولا مفهوم ولا؟ معلش يا دكتور، وحضرتك بادئ من بدري ولا لا؟ انا بدات مع الكوكيز لسه، بادئ من 10 دقايق ولا حاجه. طب رجاء يا دكتور، ينفع تعمل بس ريفيو عليها؟ الناس داخلين دلوقتي، معلش انا هريفيو بسرعه. حاضر حاضر حاضر. بالنسبه للكوكيز هريفيو الفيجر ده، هيوضح كل حاجه. الكوكيز احنا قلنا ان اتش تي تي بي بروتوكول، الاتش تي تي بي بروتوكول اللي هو بنخش بيه بنبراوز الانترنت يعني، ذا اتش تي تي بي بروتوكول از ا ستيتلس بروتوكول. ستيتلس مينز وات؟ The server does not maintain state about clients. طب ده معنى الكلام ده ايه؟ Servers does not have information about history of the clients. طب احنا اللي بيحصل في الدنيا مش كده. اللي بيحصل ان انت لما بتروح تزور amazon.com او بتروح تزور اي other web servers، بتلاقي ان هو عنده history عنك، عارفك. ازاي؟ باستخدام حاجة اسمها cookies. الكوكيز دي عبارة عن ايه؟ small file you store it on your machine and large file stored in the web server. ال small file اللي in your own machine client machine يعني، ده جوه الاي دي بتاعك بس. ال large file في جوه الهيستوري بتاعك بقى، ال large file اللي عند السيرفر ده جوه الهيستوري وكل السيرفر الانفورميشن اللي السيرفر عايز يخزنها عنك. فلو بصينا على الفيجر اللي قدامنا ده، الفيجر واضح يعني الناس شايفاه؟
تمام 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 يا دكتور، واضح. هنا كلاينت فور ذا فيرست تايم، انا ما رحتش امازون دوت كوم دي خالص، فور ذا فير او اي ويب سايت يعني، انا اخترت امازون دوت كوم اللي جه في دماغي، فما رحتوش اول مره فور ذا فيرست تايم، ببعت بريكوست حاجه، بسيرش على كتاب او اي حاجه، هو امازون دوت كوم هنا بيسنس ان انا ما فيش انفورميشن ليا عنده، this is the first time user، فبيروح اعمل ايه، create an account for me، record for me، ويعمل لي ID مثلا ال ID 1678، ويروح رادد عليا response يقول لي set cookie وال ID بتاعك 1678، باخد انا ال ID ده، ال ID البراوزر بتاعي بيعمل ايه، البراوزر اللي هو فايرفوكس وكروم والحاجات دي كلها بيعمل ايه، بيروح واخد ال instruction بتاع set cookie ده، يعني ياخد منها ال ID هذا اللاين ده، ويعمل creation of a record within the cookies database in its own machine in the client machine. يبقى client machine اللي على الشمال، السيرفر ماشين اللي على اليمين، client machine بيضيف امازون 1678. كان قبل كده في ايباي مثلا 8734 ولا حاجه، دي previous visits مع ايباي. دلوقتي انا عندي امازون 1678، for the subsequent interaction with amazon ببعته في الريكوست بتاعي، ده كان ريسبونس على فكره اللي جاي من السيرفر للريسيف للكلاينت، من كلاينت للسيرفر هبعت له ريكوست فور اذر ثينجز، عايز اجيب انفورميشن عن كتاب اي حاجه، فببعت له وذين ذس ده الاي دي بتاعي، كوكي اي دي بتاعي اللي هو 1678. دلوقتي امازون بيستخدم الاي دي ان دي الاي دي ريسيفد to locate my record within its own databases، يعرف الهيستوري بتاعي ايه اللي حصل، ويابديت برضه داون بيزد على الاكشنز اللي انا هاخدها بعد كده. فده الكوكيز. حولت السيرفيس ال HTTP service من stateless ل stateful، بقى عارف ايه اللي بيحصل. مميزاتها ان بتسهل الانتراكشن بتوين كلاينت اند سيرفر، الانفورميشن اللي اتخزنت عند السيرفر مش محتاج كل مره اروح اخزنها، يعني انا مثلا خزنت اسمي وعنواني واسلوب الدفع اللي هشتري بيه الكتب اللي هشتريها واتيفر يعني، فده بيتخزن في السيرفر هنا، مش كل مره اجي اعمل اكشن معاهم ادخل انفورميشن دي تاني، هي متخزنه مره خلاص. دي وان ادفانتج. انذر ادفانتج، السيرفر ده ممكن يبقى مثلا بيديني سيرفيس فور ذا فيرست تايم فري، تاني مره طب هاو كان تراك فيرست تايم ده يعملها ازاي؟ عن طريق الكوكيز. لو لقى لي هو اول مره مش لاقي لي ريكورد، تاني مره لو لقى ريكورد عنده مش هيديني السيرفيس. عيوب الكوكيز انها بدا الناس تقول لا البرايفسي بتاعت اليوزر مهمه، ذا برايفسي هاز بين فايليتد، والكلام ده مش مظبوط، في كونترن اباوت ذا يوزر برايفسي والاكشنز بتاعته والانتر اكشنز اللي بيعملها مع الانترنت. ففي ناس قالت الكوكيز ذيس از باد. خلاصه الكلام الاجريمنت ان الكوكيز باي ديفولت انيبلد ان ذا ويب كلاينتس ويب براوزرز، لو اليوزر مصر انه يديسيبل كوكيز يعملها ات از يور تشويس اني واي، يو كان اوبن فايرفوكس ولا جوجل كروم ولا وات ايفر اند يو كان ديسيبل ذا كوكيز كومبليتلي وخلاص، بروتكت يور برايفسي اف ذس از وات يو وات. فده الكوكيز. حد عنده سؤال في حاجه؟ اكمل. هو كده دكتور الكوكيز دي لما انا بعمل كلير هيستوري بتاع البراوزر بتروح مش كده؟ يو كان تشوز ان انا عايز اديليت الكوكيز كمان ولا لا، ده زيرو تشويس، هو سابها اندر ذا كنترول اوف ذا يوزر بعد ما حصل ارجمنت ضخم جدا عن استخدام الكوكيز دي، فسابوا لليوزر حريه انه يعملها انيبل او انه يعملها ديليت، بس باي ديفولت ات از زير. تمام تمام. Another important issue is web caching. Caching يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هرجع تاني للمثال بتاع امازون، او مثلا نفترض ان انا عايز ازور المكتبه بتاعت الجامعه بتاعتنا، مكتبه الجامعه حاطه كتب مثلا قيمه ولا حاجه، وانا عايز ادونلود وان اوف ذا بوكس، كتاب عايز احمل كتاب من مكتبه الجامعه على المكنه بتاعتي، فنفترض ان الكتاب ده 10 ميجا 20 ميجا زي ما يكون السايز بتاعه. الكاشنج بقى ايه؟ انا حملته مره بعدين قررت ان انا احمله تاني، او ان انا احمله على مكنه عندي في الكليه، المكنه اللي جنب المكنه بتاعتي مش من السيم ماشين،
مش كل مره اجي احمل الكتاب دول اجيبه من المكتبه انزله عندي. في حاجه اسمها كاشنج. كاشنج يعني ايه؟ يعني يو كاشت وذين يور لوكال ماشين، لما تحتاجه جيبه من اللوكال ماشين، ما تروحش تجيبه من الاوريجينال سورس. الهدف من القصه دي ان انا بوفر الديلي شويه، اقلل الديلي بتاع الداونلود وبوفر اللود على النتورك. يبقى كاشنج بنسميه احيانا بروكسي سيرفر، نتورك انتيتي ذات ساتسفاي اتش تي بي ريكويست اون ذا بيهاف اوف ذا اوريجينال ويب سيرفر. يعني بدل ما كل مره اروح احمل الحاجه اللي انا عايز اعملها من الويب سيرفر، لا انا بحملها مره واحده بس لوكالي وبتتخزن عندي لوكالي. Whenever I need it, I take it from the local proxy server. يبقى دي من ضمن وظائف proxy server انه يعمل عمليه الكاشنج دي. احنا مثلا نتورك في كليه الاحصاء فيها 50 ماشين. نتورك اللان بتاعتنا في الدور بتاع الدور الرابع دون في نتورك فيها 30 40 مكنه مثلا. كلنا هنحمل الكتاب، كلنا هنحمل وان سنجل فايل. واحد بس يحمله لوكالي في الويب في البروكسي سيرفر بتاعنا، وكلنا بقيه ال 39 واحد يحملوه من البروكسي سيرفر من الكاش، ما يروحوش يجيبوه بقى من الجامعه من بيت. دكتور معلش يعني دكتور ممكن سؤال؟ السؤال ما سمعتش السؤال. انا بقول لحضرتك معلش، انا يعني انا لو على النتورك ونزلت كتاب تمام؟ اوكي؟ وبعد يوم حد من الناس اللي هم شغالين معايا على النتورك وضغط على مكنه ثانيه حب ينزل نفس الكتاب تمام، بيجيبه من براكسك، بيجيبه من البراكسي سيرفر، يروح يجيبه من الريجستر. هنا بقى في هنا بقى تفاصيل ولا في تفاصيل الميكانيزم بتاعها ازاي. في تفاصيل هنا البراكسي سيرفر بيخزنه في الكاش عنده تمام، يخزنه الفتره الزمنيه يخزنه مده سنه. انت اللي سامعني؟ انا سامعك، انا سمعت السؤال. السؤال بتاعك انا جبت الفايل حطيته. نعم ايوه الشباب حد في مشكله في النتورك ولا حاجه؟ لا تمام يا دكتور، الدنيا شغاله كويس. طيب هو زميلكم بيسالني سؤال، نزل انا عندي لوكال اريا نتورك في مكتب في شركه، حملنا فايل النهارده، زميلي اللي جنبي جه بكره عايز يحمل نفس الفايل، هيجيبه منين؟ ده سؤال. الاجابه كالاتي، انا حملته النهارده نزل في البروكسي سيرفر عندي كاشت بقى موجود عندي لوكالي، زميلي اللي جاي عايز ياخده بكره بيروح يشوفه في البروكسي سيرفر، لو لقاه ياخده من البروكسي سيرفر، لو ما لقاهوش ياخده من الاوريجينال سورس. واضحه كده؟ يبقى الريكوست بتاع زميلي هيعدي الاول على بروكسي سيرفر. بروكسي سيرفر معلش، ايه البروكسي سيرفر ده يا دكتور؟ ويب سيرفر. بروكسي انا ايه هو بروكسي سيرفر؟ سوفت وير بيميديت بينك وبين الاوتسايد انترنت. تاني، انت عندك لوكال اريا نتورك بسيت اب سوفت وير بسميه بروكسي سيرفر بيميديت بينك وبين زي اوتسايد انترنت، يعني بيبقى في النص. اي ريكوست خارج منك يعدي على براكسي سيرفر الاول، بعدين لو احتجت تطلع على الانترنت يخرجك، لو ما احتجتش بيدي لك الريكوست بتاعك على طول خلصت. طب براكسي سيرفر من ضمن اهدافه الكاشنج، من ضمن اهدافه السكيورتي برضه. انا في شركه دلوقتي يا اخي ومش عايزك تزور اليوتيوب، عارف ان انا الشركه مش مهتمه بيوتيوب، وعارف ان يوتيوب دايا بتكونسيوم باندويتس ضخم عشان بتحمل فيديوهات وبتحمل حاجات بتاخد باندويتس. فباجي بعمل اي ريكوست ليوتيوب همنعه على الشركه بتاعتي، ده براكسي سيرفر اللي منع حاجه زي جيت واي كده. دكتور يعني هو البروكسي سيرفر ده زي كوبري كده، لازم اي حد طالع من الشركه يعدي عليه. ايوه تعدى عليه وعليه شرط مرور كده يعديك او يوقفك. لو الريكوست بتاعك موجود عندي يا اخي مفيش داعي تاخده من بعيد، خده من عندي وارجع. اطلعك بره ليه؟ ما انا اصلا جبته قبل كده وعملت له كاش عندي. يعني انت بتطلب فايل موجود عندي، هتروح تجيبه من بره زي ما هتجيبه من مني، عندي نسخه منه اديهولك. تروح تجيبه من بره ليه؟ لان انت معنى ان انت رحت تجيبه من بره ده بقى
اولا ديلي عالي بالنسبه لك انت، انت بالنسبه لك انت ديلي عالي. ثانيا لود على النتورك، ما انا بتحاسب على اللي انا بحمله وانا داخل وانا خارج، يعني الحاجات اللي انا بحملها من بره بتحاسب عليها، ما هو موجود عندي اروح اجيبه تاني ليه واعملك الديلي ده ليه؟ واضح الفكره؟ طيب نبدا نخش بقى في مشاكل. زميلك دول انا جبته النهارده واحد عايز ياخده بكره، طب هو الكاش ده بيفضل لما لا نهايه؟ يعني انت هتكاش كده، طب افرض مش بعد بكره، بعد سنه هيبقى موجود؟ لا مش هيبقى موجود، بي اكسباير وخلاص، بتضطر البروكسي سيرفر يشيله لان انا مش هقدر اخزن كل حاجه عندي الى ما لا نهايه. دي رقم واحد. رقم اثنين، افرض ان انا انت بتحمل فايل من سورس النهارده، بعد ساعتين السورس غير الفايل، بعد ساعتين السورس غير الفايل، غير الكونتنت. طب انت لما يجي زميلك بعد 3 4 ساعات عايز يحمل، ياخد القديم ولا ياخد الجديد؟ فنبدا هنا نبص على التواريخ، البروكسي سيرفر يبص على التاريخ، تاريخ الاوريجينال كام وتاريخ الكاشت كام. لو الاوريجينال تاريخه بعد الكاشت هيضطر يحمل الاوريجينال، لو الاوريجينال تاريخه قبل الكاشت بيدي لك الكاشت. فده دي وظائف الايه الويب براكسي سيرفر مع الكاشت. حد عنده سؤال في حاجه دلوقتي؟ ماشي الامور؟ طيب اكمل. فده البراكسي سيرفر، ده الفيجر بتاعه بيوضح اللي انا قلته، مش الليبريت مور بقى خلاص كده. وكده انا خلصت مين؟ ال اتش تي تي بي، يعني خلصت اللي يهمني فيه. اي استفسار؟ طيب الكترونيك ميل ان ذا انترنت برضه ابلكيشن مهم جدا، الالكترونيك ميل. الالكترونيك ميل فيه ثلاثه كومبوننتس، ده الفيجر اللي قدامنا ده هاو ات وركس. انت اليوزر هنا الفيجر اللي فوق على الشمال دون، عندي يوزر. انت لما تيجي تعمل عايز تبعت ايميل بتعمل ايه؟ بتفتح الايميل بروجرام اللي هو مثلا اوتلوك ولا اي حاجه، ده بنسميه اليوزر ايجنت، ده الانترفيس مع اليوزر اللي هو هيسالك عايز تبعت لمين، ايه السبجكت بتاعك، ايه البادي بتاع الايميل، كل ده. فده بنسميه اليوزر ايجنت. وبعد كده عندك ميل سيرفر وذين يور نتورك ذير از ميل سيرفر، وفي بروتوكول بيخلي الميل سيرفرز تتكلم بعضها اللي هو سيمبل ميل ترانسفير بروتوكول اللي هو الاس ام تي بي. يبقى 3 كومبوننتس، ذا يوزر ايجنت، ذا ميل سيرفر، اند ذا بروتوكول ذات جوفرنز ذا كوميونيكيشن بتوين ميل سيرفرز. فده اختصار شديد جدا. من اهداف الميل سيرفر ده ان انا دلوقتي انا قافل المكنه بتاعتي، يعني انا قافل الماشين بتاعتي ومش فاتح اليوزر ايجنت اصلا، انا عامل شوت داون للمكنه بتاعتي. لما باجي اكونكت بيجي بيقول لي يو هاف ا نيو ميل. طب ده كان مبعوت لي مثلا من 3 4 ايام، ده كان متخزن مين؟ كان متخزن في الميل بوكس بتاعي في الميل سيرفر هنا. وبعدين انا بعمل بكونكت مع الميل سيرفر اوفر تي سي بي واخد الميلز بتاعتي، الايميلز بتاعتي. فالميل سيرفر من اهدافه انه بيستابليش ايميل بوكس فور افري يوزر، بيخزن فيه الايميلز بتاعت اليوزر دي. من اهدافه انه كونكت مع اذر ايميل سيرفرز عشان تديليفر او تريسيف مسجز. ده الاهداف الاساسيه بتاعته. مش هخش في تفاصيل كتيره لان في طبعا سكيورتي وفي هاو تو سند ديفرنت تايبس اوف ميديا وحاجات زي كده، مش هخش في التفاصيل دي كلها بقى. اخش في ابلكيشن تاني مهم اسمه قال هنا بدايه لما نقل يعني. طيب افترض وهكمل، افترض ان انتوا كويسين وهكمل. الابلكيشن المهم برضو الثالث، انا كده غطيت ال HTTP والايميل بسرعه. ببص على الدي ان اس، دومين نيم سيستم او دومين نيم سيرفر. ده ايه ده؟ احنا متفقين ان الانترنت نتورك بروتوكول الاي بي انترنت بروتوكول شغال باي بي ادريسز. الاي بي ادريس 132 بيتس 4 بايتس. فا اكزامبل فروم اي بي ادريس 192 او مثلا بلاش 192،
192 ده بيبقى لوكال. خلينا نشوف على اظهر اكزامبل 64.13.40.5. فتخيل انت بدل ما تكتب www.google.com تكتب 63.12.4.5 ومع كل ويب سايت كده تكتب الاي بي ادرس بتاعه. very difficult يعني ان انا اكتب ادريسين very difficult human to memorize. انا مش هضطر اكتبهم في ورقه بقى ولا اعمل لهم حل واكتب كله قدام كل واحد ده بتاع ايه مع ارقام. فقالوا طيب to ease make things easier for human اديها اسماء يعني www.google.com www.amazon.com ebay.com youtube وهكذا او cairouniversity.edu وهكذا. طيب الاسماء دي في الاخر لازم تتحول لاي بي ادريسز. الانترنت ما بتعرفش ما انت مش هتعرف النيمز تعرف الاي بي ادريسز. هي البروتوكول شغال بالاي بي ادريس اللي هو 32 بت. فيبقى زي المطبع مابينج لازم يتم عمليه ماب كونفرجن من النيم اللي الانسان عارفه للاي بي ادريس اللي الانترنت بروتوكول عارفه. عمليه المابنج دي بتتم عن طريق دي ان اس. يبقى دي ان اس مابس يوزر فريندلي هوست نيمز تو اي بي ادريسز ذات ذا انترنت بروتوكول كان اندرستاند. واضح كده الدي ان اس واضح هو ايه؟ تاني يا دكتور معلش تاني يا دكتور. الدي ان اس الدومين نيم سيستم مابس بيعمل مابينج بيكونفرت بيحول يوزر فريندلي هوست نيمز زي ايه زي google.com تو بيحول الاسم ده تو اي بي ادريسز زي 63.12.14.22 اللي هو الاي بي ادريس اللي النتورك عارفاه. انت صعب عليك تحفظ النتورك ادريس والنتورك مش شغاله بالنيمز. في سوفت وير في النص بيعمل عمليه المابنج ده. السوفت وير ده اللي هو الدومين نيم سيستم. واضح كده؟ تمام. ده ديستريبيوتد داتابيس عباره عن داتابيس ضخمه فيها ايه؟ ليستنج بكل الاسماء والاي بي ادريسز بتاعتها. هي داتابيس سهله تيبل فيها جوجل دوت كوم الاي بي ادريس بتاعه كذا، امازون دوت كوم الاي بي ادريس بتاعه كذا. الجامعه الفلانيه الاي بي ادريس بتاعها كذا، جامعه القاهره، جامعه عين شمس، كل واحده من دول ليها اي بي ادريس. كل ويب سايت ليها اي بي ادريس، ليه اسمه ليه اي بي ادريس، بيحطهم جنب بعض في داتابيس. الداتابيس بقت ضخمه جدا. الداتابيس دي بقت ضخمه جدا فما بيقدرش يحطها على سنجل سيرفر. مش هنقدر ليه؟ لاسباب. اول حاجه انا عايز سيرفر ضخم جدا عشان يكومديت كل الدنيا بقى كل الانترنت اللي في العالم. صعب. يبقى السايز بتاعه يبقى صعب شويه. تاني حاجه ان لو 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 انا عندي سنجل سيرفر سنجل دي ان اس بس في الارض ده كده كل الناس هتكونكت عليه ذس ويل بي اوفرلودد يعني كانت هاندل اول ذا ريكوست اون اول اوفر ذا ايرث يعني نو واي. فبيعملوا ديستريبيوتد داتابيس. ديستريبيوتد داتابيس يعني هقسمه على سيرفرز كتيره مش فان سنجل دي ان اس يخدم كل الكون. لا ده كتار. الجامعه بتاعتي فيها دي ان اس، جامعه القاهره فيها دي ان اس، الجامعه الفلانيه فيها دي ان اس، الشركه الفلانيه فيها دي ان اس وهكذا. كتار. It is a distributed system. وده بيشتغل الدي ان اس بيشتغل على الابلكيشن اللي هي بروتوكول. والاستراكشر بتاعه ازاي؟ الدي ان اس برضه بيشتغل اوفر يو دي بي نوت تي سي بي. البروتوكول بيشتغل ازاي؟ الاركتكشر بتاعه ازاي يعني اقصد؟ يبقى عندي روت دي ان اس سيرفرز، روت دي ان اس سيرفرز دول روت، دول مخزن فيهم كل حاجه تقريبا، ودول حوالي 400 على مستوى العالم، اكثر من 400 حاجه بسيطه. في 400 روت سيرفرز على مستوى العالم متوزعين، معروف اماكنهم. بعدين لو انت بصيت على الدومين نيمز تلاقي في دومين نيمز حاجات دوت كوم كوميرشال. وفي دومين نيمز حاجات دوت اورج اورجانيزيشنال نون بروفيت اورجانيزيشنال او حاجات ايدوكيشنال اللي هي الاي دي اي دي يو ايدوكيشنال دومين نيمز. ففي دي ان اس خاصه بالكوميرشال دومين نيمز وفي دي ان اس خاصه بالنون بروفيت اورجانيزيشنز
وفي دومين دي ان اس خاصين بالاديوكيشنال دومين نيمز وهكذا. فدول اللي هم بيسموهم ليهم اسم top level domain servers. الاولانيين اللي هم 400 دول اللي هم بيسموهم root DNS servers. تمام كده اوضح شويه. دكتور هو root يعني مصر؟ لا قلت لي روت دكتور يعني مسار الدي ان اس ولا معناه ايه بالظبط؟ روت يعني روت اصله. روت يعني روت بالعربي يعني جذر. روت بالعربي يعني جذر الاصل الحاجه اللي طالع منها اللي متفرع منها كل حاجه بعد كده. دي كلمه روت. معلش نعم هو روت بيبقى بيزد على ايه يعني دلوقتي الدوت كوم دوت في شركات بتبروفايد الويب سايت نيم اللي هي المفروض بتدي معاه الاي بي ادرس صح كده؟ لا 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 استنى بس استنى بس انا دلوقتي ما بتكلمش على شركه هتبيع لك اسم. انا فاهم. طب انا بتكلم على 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 سيرفر مخزن سيرفر مخزن اسم الويب سايت والاي بي ادرس بتاعه. تمام. ما مش بيحصل مش اللي بيحصل يا دكتور بيحصل انيشيشن الاول لاسم الويب سايت وبالتالي بيحصل انيشيشن الاي بي ادرس بتاعه وفي الاخر بيتخزن في داتابيس صح كده ولا؟ تمام صح. تمام صح. تمام دلوقتي انا مثلا لما اجي اشتري دوت كوم مثلا بشتري من شركه معينه اوكي لكن لما اجي اشتري دوت اي جي بشتري من مصر لازم يعني ايه بقى يعني ده بيز على ايه يعني ليه انا اشتري ليه مش مكان واحد يعني انا قصدي التقسيمه جايه منين يعني؟ بص انا ما بتكلمش على الشركه دلوقتي. انا فاهم ده ثانيه الاساينمنت انا بتكلم على بيانات بتتخزن ازاي. انا فاهم يا دكتور بس انا عاوز اتكلم يعني اللي ما هو بيز على النيم انا بجنريت الاي بي يعني بقى دام في نيم جديد الانترنت كله وورلد وايد عارف ان في نيم جديد وفي اي بي ادرس جديد صح كده ولا انا بقول غلط؟ لا بص مش كل الانترنت ولا حاجه اللي بيحصل انه بيسجل انا دلوقتي بسجل النيم بتاعي والاي بي ادرس بتاعي في وان اوف ذا دي ان اس سيرفرز بس. تمام بس. وبعد انا اكواير ازاي ولا اشتريتها منين ولا خدت سيرتيفيكت بيها دي قصه ثانيه خالص. انا اللي يهمني دلوقتي دي الناس ده بيشغل ازاي. طيب يعني انا كنت عايز ابص الفكره هو بيتم يعني انا بشتري من حته وبخزن فيها وبيبقى هو ده الدي ان اس سيرفر بتاعي وهو بعد كده بينتراكت وورلد وايد. لا بص استنى انا اقول لك لما بتشتري من حته وبيدي لك ايه الخدمه اللي بيديها لك؟ بيدي لك سيرتيفيكت ان الاسم ده مع الاي بي ادرس ده روح خزنه زي ما انت عايز بقى في اي حته. الشيره اللي انت اشتريته هو بس بيتستيفاي بيقول يا جماعه الاسم الجديد دون الاي بي ادرس بتاعه اهو وانا خاتم اهو ختم ده السيرتيفيكت اللي بيداله حطها انت بقى في الدي ان اس زي ما انت عايز. تمام ازاي يا دكتور؟ مش هو بياخدهم يحطهم في داتا بيز بعدين انا بتكلم ان هو بص هو اللي بينظم الموضوع ده شركه المنظمه اسمها ايانا والشركات بالزبط. اللي انت بتشتري منها دي مجرد وكيل عن المنظمه في ان هي تبيع لك الاسم اللي انت بتشتريه. بعد كده انت بتقدر تحدد الدي ان اس سيرفر بتاعك تبع الشركه دي او تبع شركه تانيه او دي ان اس سيرفر خاص بيك انت ده بعيدا خالص عن موضوع الشراء. لما باجي اعمل هوستنج يعني ملهاش دخل بالهوستنج. لما بتيجي قبل ما تعمل هوستنج حتى انت تبص الدي ان اس سيرفر نفسه مين اللي بيخزن بيانات الويب سايت اللي انت اشتريته انت تقدر سواء الشركه انت بتشتري منها او سيرفر خاص بيك ده انت تقدر تحدده وده ملوش علاقه بالميكانيزم بتاع الشراء. دي حاجه ودي حاجه ثانيه دكتور بيقول بس ده اللي انا عايز اوصل له ان انت تو جيت ا سيرتيفيكت انت بتشتري سيرتيفيكت انت لما بتشتري اسم قصدك عايز تاخد السيرتيفيكت ان اسمك ده صح دي اللي انت بتاخده السيرتيفيكت المهم اللي عندك
غير كده اعمل الاسم اللي انت عايزه وحط له اي بي ادرس ومحدش بقى محدش عارفك. فانت بتشتري السيرتيفيكت، اشتريتها خزنه في الدي ان اس بقى براحتك. ممكن الدي ان اس في روت دي ان اس، بقول ايه الروت دي ان اس دول؟ حوالي 400 على مستوى العالم. هتقول لي انهي 400؟ تاني اللي بينظم الحته دي زي ما زميلك قال ايانا المسؤول عن الادمنستريشن بتاعت الانترنت. في حوالي فوق 400 روت. 400 دول ايه؟ بيخزن انفورميشن عن الدي ان اس سيرفرز التانيين. بيقول الناس اللي ليها علاقه بالكوميرشال دي ان اس سيرفرز دول سيرفرز اللي مخزنه كوميرشال نيمز، السيرفرز دول هم من دول، السيرفرز اللي مخزنين النون بروفيت اورجانيزيشن وهكذا. لما انا اجي عايز ادور على ويب سايت دوت او ار جي، هنشوف دلوقتي مثال، عايز بروح اكلم الروت، يا جماعه انا عايز الاو ار جي، الاو ار جي يقول لي طب روح كلم واحد من السيرفرز دول اللي هم الاو ار جي سيرفرز دومين نيم سيرفرز، ببقى بديله الاسم بيرد لي الاي بي ادرس وهكذا. فالروت ده بيخزن انفورميشن عن الدي ان اس المختصه بكل دومين نيمز، الكوميرشال بيبقى مخزن الكوميرشال نيمز دومين نيمز وهكذا، والايديو اللي انت شايفهم تحت دول اون سايت، دول اون سايت يعني جامعه القاهره فيها دومين نيم سيرفر واحد من دول، فيسبوك لي واحد، امازون عندها، دول بيسموهم اوثوريتيف دي ان اس سيرفرز. تمام. بس وايه انا لا عايز ارجع دي تاني. تمام. دلوقتي في حاجه هنا مهمه، بيشتغل ازاي ده يمكن يوضح صوره شويه. برضه هضطر اصغر عشان ازوم ان علشان نقدر نشوف الفيجر كويس. بس كده الفيجر، بالتالي الفيجر كده جه كله لسه. انا ممكن اعملها فول سكرين ولا حاجه. ما علينا. طيب دول تو فيجرز على فكره، مش وان سنجل فيجر. الفيجر اللي على الشمال ده بنسميه اتريتيف بروسيس، الفكره اللي على اليمين ده ريكيرسيف بروس. بيبدا ازاي؟ خلينا في اللي على الشمال الاول اللي هو الفكره ده. انا ده الماشين بتاعتي، انا عماد قاعد على المكنه دي وعايز مثلا اروح www.google.com www.google.com، ما اعرفش الاي بي ادرس بتاعه، فبروح بكلم الدي ان اس سيرفر اللوكال بتاعنا اللي هو الاوثوريتيت، اللي هو اوثوريتيف لوكال سيرفر خاص بي انا. يا جماعه عندكم الاي بي ادرس بتاع جوجل؟ حاجه من اتنين، ليه ما عنده ليه ما مش عنده. لو عنده بيبعتوا لي وخلصت القصه كده انتهت، خد ادي الاي بي ادرس بتاع جوجل دوت كوم. لو مش عنده يعمل ايه؟ يروح يكلم الروت سيرفر ويكلم الميديات روت سيرفر، انا عايز جوجل دوت كوم. لو عنده يدهوني. طب لو مش عنده يقول له بص جوجل دوت كوم ده موجود في التوب ليفل دومين سيرفر الفلاني، روح دور عليه هناك ويديني الادرس بتاعه، اروح اكلم انا دومين التوب ليفل دومين سيرفر عايز جوجل دوت كوم. لو عنده يبعته لي، لو مش عنده يقول لي لا ده في الاوثوريتيف دومين سيرفر هناك، اديني زي مثلا احنا جامعه القاهره. جامعه القاهره فيها ايه؟ فيها كليه هندسه، فيها كليه حاسبات، كل واحده من دول ليها اسم، بس لينا دومين نيم سيرفر في جامعه القاهره خاص بينا اللي هو اوثوريتيف دومين نيم سيرفر. انا عايز كليه حاسبات، فبروح لجامعه القاهره اقول لهم ادوني اسم كليه حاسبات، يروح مديني الاسم بتاع حاسبات، اديه لللوكال هوست، اللوكال هوست اللي كان بيريكوست الكلام ده. دلوقتي اللوكال هوست مع الاي بي ادرس ممكن يكومينيكيت مع كليه حاسبات او وات ايفر بقى. فده بيسموه اتريتيف. في ريكيرسيف بروسيس ازاي بتحصل؟ بتكلم اللوكال دكتور يعني الروت ده ما هو اللي بيخليني اروح للمكان، بيوجهني بالظبط انا هروح على اي مكان بالظبط. تمام شكرا. فدلوقتي اللوكال ماشين بتاعتي ده كان اللي انا شرحته ده ريكيرسيف. الريكيرسيف بيشتغل ازاي؟ اللوكال ماشين بتاعتي بتسال اللوكال دي ان اس انا عايز جوجل دوت كوم او كليه الحاسبات دوت كوم، لو عنده يردها لي، لو مش عنده يروح يسال اون ماي بيهاف، يسال الروت
عايز كليه حاسبات. الروت لو عنده روت، لو مش عنده يروح يسال اون ماي بيهاف، يسال مش يقول لي، مش يقول لي ما بيقوليش روح اسال الدي ان اس تي ال دي دي ان اس زي ما قال لي المره اللي فاتت، لا هو بيروح يسال لي، يفضلوا يسالوا لي بعدين ترجع لي الانفورميشن في الاخر خالص. فده الريكيرسيف دي ان اس. حد عنده سؤال في الكلام ده؟ طيب المفروض يبقى عندكم سؤال، انا مش عارف انتوا مش سائلين ليه، ما علينا انتوا مش فاهمين خالص. حد فاهم حاجه؟ طيب معلش يا دكتور، ولا ينفع نعيد الجزئيه دي تاني؟ الاتريتيف ولا الريكيرسيف؟ بعد اذنك يا دكتور. الفرق بين الاثنين. تمام تمام تمام. كان في سؤال غير كده؟ حد عنده سؤال غير كده ولا هو ده؟ كنا عايزين نعرف يا دكتور بعد اذن حضرتك انهي اسرع في الرد؟ ما اعرفش انا اسرع في الرد. بص اقول لك، ما عنديش دراسه كده، بس اقول لك انا اعرفك انت، انا اعرف محمد ومحمد يعرف علي وعلي يعرف احمد، عماد محمد علي احمد، انا عايز اوصل في الاخر لاحمد تاني. اعرف محمد، خلينا نقول الاسماء، خلينا نقول اي بي سي دي بدل ما حاجه عم نقول اسماء كده وانتوه نفسنا. اي بي سي دي، اي بي سي دي اربع اشخاص، ايه عايز يوصل لدي، ايه ما يعرفش دي، ايه يعرف بي، بي يعرف سي، سي يعرف دي، واضحه كده؟ الاتريتيف هروح اكلم انا ايه، اكلم بي اقول له عايز اعرف عنوان الراجل رقم دي، يقول لي طب روح كلم سي ويديني العنوان بتاع سي، أما عماد ياخد عنوان سي ويروح يكلم سي، عايز أعرف عنوان دي، يقول لي ماشي عنوان دي أهو خد واتكلمه، أما أروح أنا أكلم دي على طول، واضحة كده؟ ده الإيتريتيف، ده اللي هو الفكرة اللي على الشمال. الفكرة اللي على الشمال شغال إزاي؟ اللوكال هوست عايز يعرف المكنة اللي تحت على اليمين دي، اللوكال هوست اللي هو ريكويستنج هوست عايز يوصل للأي بي أدريس بتاع jia.co.umass.edu، تمام؟ جايه .co.umass.edu عايز يعرف الاي بي ادريس بتاع المكنه دي اللي تحت دي. فباجي بكلم لوكال دي ان اس، انا عايز الاي بي ادريس بتاع المكنه بتاعه يوماس دي University of Massachusetts، عايز اعرف الاي بي ادريس بتاعها. حاجه من اتنين، يا اما اللوكال هوست ده عارفها، عارف الاي بي ادريس يعني، يا اما مش عارف. لو عارفه بيرد عليا ايميديتلي، خد الاي بي ادريس اهو. طب لو مش عارفه يروح يسال اون ماي بيهاف الروت، انا عايز الاي بي ادريس بتاع يوماس. الروت لو عارفه يرد يدير له اي بي ادريس، اخده ابعته لللوكال للريكويستنج ماشين. طب لو مش عارفه الروت يقول لي لا انا ما اعرفش يوماس دي الاي بي ادريس بتاعها كام، بس يوماس دي اديوكيشنال دومين، خد كلم الاديوكيشنال دومين يديني الادريس بتاع الدومين نيم سيستم بتاع الاديوكيشنال دومين، يديني وان اوف وان ادريسز، اروح انا اكلمه. لو الاي بي ادريس موجود في الاديوكيشنال دومين دي ان اس هنا، طب ليفل دومين دون، بيرد عليا بالاي بي ادريس ابعته للماشين. طب لو مش موجود يقول لي انا ما اعرفوش، بس المكنه دي موجوده في جامعه ماساتشوستس ليهم اوثوريتيف دي ان اس سيرفر، روح كلم الاوثوريتيف دي ان اس سيرفر الادريس بتاعه، اروح انا بنفسي اكلم الاوثوريتيف دي ان اس. المفروض ده بقى يبقى عارف، المفروض ده يبقى، لو مش عارف هيحصل ايرور خلاص، يبقى المكنه دي مش معروفه محدش يعرفها. اذا كان النتورك بتاعتها مش عارفاها يبقى مش موجوده، لو في ايرور هيردوا بايرور يقول لي المكنه دي مش اسم مش موجود، اذروايز يبعت لي الاي بي ادريس بتاعها واستخدمها. خلصت كده، واضحه الاتريتيف ده؟ واضح. الريكيرسيف لا، الريكيرسيف غير، انا ببعت اسال اللوكال هوست بتاعي، لو عارف بيرد، لو مش عارف بيروح يسال الروت. الروت بقى مش بيقول لي خد اسال التوب ليفل دومين، الروت بيسال اون ماي بيهاف، والتوب ليفل بيسال اون ماي بيهاف، لحد لما كل واحد يجيب الاجابه والاجابه ترد لي في الاخر. الستيبس هي 1 2 3 4 5 6 7 ترد في الاخر، يعني كل واحد بيسال اون ماي بيهاف. دكتور يعني الريكيرسيف ماشي بنظام الدايره؟
بنظام واحد بيشتغل لي، واحد بيشتغل الشغل اللي انا كنت هعمله، يروح يعمله لي ويرجع لي بالاجابه، مش بيدلني، بيرجع لي بالاجابه. تمام؟ يعني الروت هنا، الروت هنا بيدلني يقول لي روح اسال فلان، هنا لا، الروت بيجيب الاجابه ويديها لي. بيجيب الاجابه يا دكتور من ورا الجهاز دي، يقول لي روح اسال فلان. هنا الكرسي في الروت بيروح يسال، وده كل واحد بيسال لحد لما يوصل يرجع لي الاجابه، مش بيدلني اسال مين. الريكيرسيف بيرجع لي الاجابه، مش بيدلني اسال مين، ده بيدلني اسال مين. الاتريتيف واضحه كده؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. فولو الاروز، يعني شوف الاروز ماشيه ازاي، توضح المساله. ده دي الناس اللي يهمني فيه. حد عنده سؤال فيه؟ طيب. ايوه دكتور بعد اذنك، هو انا واحد فيهم احنا بنستخدمه، او احنا بنستخدم الاثنين كاجهزه يعني انا مش عارف الميكانيزم اللي انا مستخدم على الانترنت بصراحه، مش متاكد اني واحد فيهم المستخدم، بس هو الاثنين اللي الميكانيزم اللي على اليمين هي اللي شغاله دلوقتي. وارد، انا مش شفت فمش ما مش مش قادر اقول لك. ممكن تدور عليها شوف. نعم، كل دي نت سيرفرز دلوقتي بتبقى شغاله ريكيرسيف، بيتعمل الاوبشن فيه. تمام، خلاص، وارد جدا اللي انت بتحكيه يعني، بس دي ممكن نفريفاي يعني، انت ممكن تخش سيرش قول دي ان وات 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 دي ان اس اون ذا انترنت كرنتلي يوزد اتريتيف اور ريكيرسيف، هي بقى هتجي لك حاجه اشوف موست ريسنت انسر وهي دي. معلش دكتور، المحاضرة اللي فاتت حضرتك ما رفعتهالناش، هي مع حضرتك ولا لسه ولا؟ بص، المحاضرة اللي فاتت أنا مكمل الدوكيمنت على نفس المحاضرة، هبعتها لكم دلوقتي، يعني هخلص إن شاء الله هبعتها النهاردة إن شاء الله. الريكورد بتاعها بالنسبة للريكوردينج، الريكوردينج بتاع الفات موجود، الريكوردينج بتاع النهاردة بياخد 24 ساعة قبل ما يطلع ولا حاجة، فالريكوردينج بتاع المرة اللي فاتت هقدر أبعته، الريكوردينج بتاع النهاردة ممكن أبعته على بكرة ولا بعده كده. طيب، شكرا دكتور. ده بالنسبه لمين؟ للدي ان اس. حد عنده سؤال فيه تاني؟ طيب، اللي احنا درسنا ثلاث حاجات دلوقتي صح، ابلكيشنز درسناهم ثلاث حاجات، ايه هما؟ الاتش تي تي بي والايميل والدي ان اس. الثلاثه دول، الويب والايميل والدي ان اس، الثلاثه دول يتصنفوا ان هم كلاينت سيرفر، في كلاينت بيسال سيرفر فور سام سيرفيس. في اسلوب تاني للشغل اسمه بير تو بير، ده اللي انا عايز اغطيه دلوقتي، بير تو بير فايل ديستريبيوشن. حد عنده اي مثال لبير تو بير فايل ديستريبيوشن؟ حد استخدمه في حاجه؟ التورنت يا دكتور. اي ده الفيمس، ذا موست فيمس application for peer to peer file distribution is BitTorrent. The client server file distribution. نعم، كان في زمان حاجه اسمها اينيول. ماشي بقى، ما انا يعني مش متابع قوي. ماشي دكتور، يعني ايه بير تو بير؟ ماشي، واحد لواحد، مش كلاينت سيرفر، يعني في سيرفر ضغط بيدي سيرفيسز لكلاينت كتار، نكنه بتسيرفيس، بتخدم ناس كتار. البير تو بير واحد بيكلم واحد، 1 تو 1، احنا الاثنين ايكوال في الباور. والليفت يعني بي دكتور يعتبر بتكلم المكنه بتاعتك. نعم، ليفت بي يعتبر بير تو بير. الايه؟ الليفت بي. ده يعتبر كلاينت سيرفر. ليه؟ لان انا عندي بيبقى اف تي بي كلاينت بيطلب فايلز من اف تي بي سيرفر، فتتصنف على انها كلاينت سيرفر. ماشي، برضه بيبقى في اف تي بي سيرفر عندك في النتورك بتاعتك هو اللي بيمانش الاسئله دي كلها. تمام، البير تو بير المثال الفيمس بتاع اللي هو البيت تورنت. انا عندي رسمه ليه ولا لا؟ الرسمه مش موجوده. ماشي معلم، الهدف بتاعه ايه؟ الهدف بتاعه لو انا عندي زي ما انا عملت النهارده في الليكشر، النهارده انا اشتغلت الى حد ما بير تو بير، بمعنى
ممكن الطلبه كلها تسالني انا بس وانا الوحيد اللي جاوب، ده كلاين سيرفر. انما في واحد زميلكم تطوع وراح فهم حاجه وراح قايلها لزميله، ده بقى بير تو بير. هي كده البير تو بير، هي كده. احنا مثلا 100 واحد، في سيرفر بيديني جزء من الفايل باخده واوزعه لبقيه ال 99، اديه ل 30 واحد جنبي، واحد من ال 30 دول يديه لواحد جنبه، وهكذا بير تو بير. واضحه الفكره؟ نتعاون يعني الـ كل كل الماشين والتيك اوفر سيرفينج ايتش اذر. واضحه واضحه الفكره؟ الكلاينت سيرفر دكتور يعني هو البير يعني بير. يعني دكتور يعني بير تو بير ما فيهوش ادمنستريتور على عكس الكلاينت سيرفر. الكلاينت سيرفر ادمنستريشن فيه ذير از ا سيرفر هو سنجل بوينت اوف فوكال بالنسبه لي. البير تو بير لا، في اي نعم بيبقى في سورس للفايل، يعني الفايل ده برضو بيبقى جاي من وان سنجل سورس، بس بيديهولك انت تاخده انت تديه لغيرك، وغيرك ياخد بورشن منه يديه لغيرك لغيره، وهكذا. ده البير تو بير علشان نوفلود ما نحملش على نخدم على بعض في البير تو بير. ايوه نخدم ما نحملش على السيرفر، ما نحملش ان السيرفر مع الاعداد الكبيره دي مش سكيلابل، فما نحملش على السيرفر، نخلي الناس هي ايه تخدم بعضها ببعضها. ساعد اللي جنبك، ساعد اللي جنبك، هي كده بير تو بير. Each peer redistributes portion of the file it has received to other peers. دي الفكرة الأساسية. واضحة كده؟ غير client server. client server server هو المسؤول عن توزيع الملفات. مش ما فيش peers بيساعدوه في الكلام ده. client server السيرفر هو المسؤول عن distribution of files. ما فيش peer بيساعده. هنا لا، البير تو بير فيه other machines can help. تمام. most popular طبعا قلناه. لو الهدف ان انا بحاول اخف اللود من على السيرفر، واحنا عندنا اصلا بنقول ان الكور نتورك في الغالب بتبقى باورفول، المشكله دايما في الاكسس نتورك، فبدل ما احمل على السيرفر في الاكسس نتورك بتاعته بخلي البيرز تيك اوفر سام اوف ذا لود. الفيجر اللي هنا ده لو اللي بالازرق دون ده كلاينت سيرفر. كل ما خليني اصغر الفيجر شويه عشان يبان الاكسس الاكس اكسس دون ده عدد اليوزرز، 5 يوزر، 10 يوزر، 15 كلاينتس، 20 كلاينتس، 25 وهكذا. وده مينيمم ديستريبيوشن تايم، ده التايم. فلما بيزيد عدد اليوزر، لو انا شغال كلاينت سيرفر الوقت بيزيد لينير. لما اخدم 5 يوزر محتاج مثلا 0.5 ملي سكند، لما اخدم 35 محتاج حوالي اولموست 35 او 32 ملي سكند، 3.2 ملي سكند مثلا يعني. فده التايم بتاعي ماشي لينير. البير تو بير لا، بما ان اليوزرز نفسهم بيخدموا بعضهم فالوقت بيبدا يقل بالنسبه لليوزرز كلهم. بس ده اللي انا عايز اوصله. طبعا في فورمولا للكلام ده بس انا بسكيب دلوقتي. طب يا دكتور في النقطه دي يا دكتور بعد اذنك، هو دلوقتي ما فيش بير تو بير يعني مثلا لما انا شيرد فايل ما بيننا وما بين بعضنا صح، ده اسمه بير تو بير. تمام. طب افرض انا مثلا دلوقتي محتاج في نتائج هتنزل او مثلا في اي من الكلام ده، فساعتها مثلا ده بيبقى كل الكلام ده بيشتغل على كلاينت سيرفر مثلا نتيجه امتحان او حاجه زي كده مثلا. تمام. يعني لكن ما ينفعش البير تو بير يشتغل في الشغل بتاع النتائج او الفلوس. لا ليه؟ لا 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 ليه حاجه. انا بص، ما هو يعني في حاجات تبقى كونفيدنشال فيها سكيورتي، في حاجات اقصد البير تو بير مش ساعتها هيحصل بير تو بير ما بين الكلاينت. يعني هيحصل ما بين البير تو بير تو بير ليه ابلكيشنز خاصه بيه تساعد، واللي في حاجات ما يقدرش يساعد فيها. تمام. في حاجات يو ماست دو ات كلاينت سيرفر ستيل. واضح؟ هو الهدف من البير تو بير حطيت هنا ايه؟ فايل ديستريبيوشن. فايل ديستريبيوشن. وبنستخدمه مع اللارج فايلز في الغالب يعني. واضحه كده؟ فده تو اوف لود عشان اقلل الحمل على السيرفرز.
بس في طبعا ابلكيشنز ماليش اختيارات كتيره فيها، بضطر الجا للكلاينت سيرفر وخلصت، ما البير بير تو بير مش هيساعدني يعني، او يبقى تو كومبليكيتد. واضح؟ شكرا يا دكتور. طيب اي سؤال؟ انا بقف هنا لحد ما نشوف الرسمه تاني. الرسمه معلش تاني الرسمه ده الرسمه دي بيرفورمانس اداء، لو انا شغلت كلاينت سيرفر اللي هو الخط الازرق، او انا شغلت بير تو بير الخط الاسود مع فايل ديستريبيوشن. الاكس اكسس نمبر اوف يوزرز، والواي اكسس التايم اللي هو الديلاي، يعني محتاج وقت قد ايه عشان الشغل ده يتم. فانكريزنج نمبر اوف يوزرز في كلاينت سيرفر، التايم بيزيد لينيرلي، ده لينير خط مستقيم لينير، في حين انه نلاقي ان بير تو بير الوقت بيزيد بس مش بنفس سرعه الكلاينت. انا احسن، انت تتخيل انا احسن اللي فوق ولا اللي تحت؟ الكلاينت سيرفر يا دكتور. ان انت تاخد وقت اطول عشان تديستريبيوت فايلز، ولا ان انت تاخد وقت اقل؟ لا وقت اقل طبعا مباشر، نقل مباشر بير تو بير طبعا. ما بص، ده الوقت، ده الوقت. هنا انا محتاج اقل من 1 سكند مثلا، هنا انا احتاجت 3 سكند، يبقى انا اللي احسن. لا طبعا الوقت الاقل يا دكتور عشان اوصل. ايوه، فده بيقول لك البرفورمانس. هنا الرسمه دي بتقول لك الديلي وين يوز كلاينت سيرفر فيرسس وين يوز بير تو بير مع عدد اليوزرز. لما لو عدد اليوزرز قليل، الاثنين قريبين لبعض. لما عدد اليوزرز يزيد بقى في اختلاف، صح؟ والاختلاف كان اكتر لو انت بدل ما انت عندك 35 يوزر يبقى عندك 10,000 يوزر، يبقى البير تو بير هنا يساعدك اكتر. واضح؟ تمام يا دكتور. دكتور، هو البير تو بير يعني لازم يكون يعني واحد لواحد بس، ولا ممكن برضو كبير تو بير يعني؟ لا، واحد بيخدم ناس، واحد بيخدم ناس. لا، ما حدش قال انه لازم 1 تو 1، ممكن واحد يخدم يسبورت على 2 3، ابعته ل 2 3 معايا وهكذا. طبعا كل ما بقلل كل ما يكون الاداء احسن. طب ما ده ايه الفرق بينه وبين اللي هو الكلاينت سيرفر؟ بدل ما انت عندك سيرفر بيبعت ل 10,000 واحد انا مسؤول عنهم كلهم، هبعت ل 50، و 50 كل واحد منهم يبعت ل 20، وال 20 كل واحد منهم يبعت ل 3 4 وهكذا. يبقى انا بخف الحمل على السيرفر. تمام. وبسرع الوقت، بسرع الدليفري تايم والفايل ديستريبيوشن تايم، هيبقى الوقت اسرع، الديلي اقل يعني. وده باين من الاستادي هنا، ليها معادلات الكلام ده، ليه معادلات بس اي سكيبت ممكن اجيبها كاكسرسايز بعدين. معلش يا دكتور، سؤال كده زي ما هو الكيو كده اللي هو اللي بياخد دور، يعني لو الكلاينت سيرفر وفي 10,000 واحد بيخدم عليه دلوقتي، هو بيقعد يخدمهم واحد 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 يعني اللي جاي متاخر؟ وانا افتر زياده راه هي كده، هيعمل ايه طيب؟ هعمل ايه؟ ما هي كده، بحاول اجيب باورفول ماشين بقى سريعه وحاجات زي كده علشان اقدر اخدم الناس كلها، وبحاول اعمل ديستريبيوشن اوف سيرفرز، بدل ما يبقى عندي سيرفر واحد بس يخدم جمهوريه مصر العربيه كلها على موضوع كده، يبقى عندي سيرفر للقاهره وسيرفر للفيوم وسيرفر لاسوان علشان اقدر اسبورت. طيب، بس هيراركي اوف سيرفرز. طيب معلش، بالمناسبه برضه دكتور، في حته كنت نفسي اعرفها يعني لو حضرتك تقول لنا عليها، في حته زي موضوع ان هو السيرفر كلاينت سيرفر بيوزع السيرفرات اللي حواليه عشان يقدر يخدم الناس اللي تطلب منه ريكوستات. ونفس الكلام لو هنقول شبه كده، اللي هو لو انا مثلا عايز اخزن داتا على اكتر من سيرفر، التوزيع ده بيتعمل ازاي؟ بيتوزع ازاي؟ دي قصه برضه ضخمه. ممكن جمله بسيطه كده؟ لا، ممكن ريبليكاس، بتبقى ريبليكاس ريبليكا يعني 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 ريبليكيتد كوبيز، موجوده كابز في كل حته. تخش بقى في مشاكل داتا كونسيستنسي، ان الواحد عدل في الريبليكا دي، طب ما واحد عدل في النسخه هنا وما تعدلش في النسخه البعيده، تبدا اصل في شغل برضو. تمام يا دكتور، شكرا. بس ربنا المستعان. حد عنده سؤال في حاجه تاني؟ طيب ده هبعته لزميلكم يبوستت يعني، والفيديو هبعت اللينك بتاعه ان شاء الله، عندنا 2 فيديوز هبعتهم،
والمحاضرة اللي جاية هتبقى يوم الاثنين الساعة 4 بقى، هيبقى الاثنين اللي بعد العيد على طول، فهتبقى بإذن الله. عايزينها كام؟ الساعة كام؟ بعد اذنك هو نكمل بعد رمضان، بعد رمضان مكملين، ما عنديش انستراكشن اذروايز، ما عنديش انستراكشن ان بعد رمضان هننزل. دكتور بعد اذنك، والنوت بتاعت حضرتك كمان يا دكتور. ها انا ممكن اوقف التسجيل، هبعتها، ممكن اوقف التسجيل هنا. محتاجه كام تسجيل في الكلام ده؟ اوقفه بقى عشان ما يبقاش الفيديو ضخم. خلاص كده، أول ستوب ريكورد.